صاحبي اللي عندي الله خيلك اولاده بحب يكذب كتير، يعني كل اشطبي شطه بده حلم الله، شي من الشرق وشي من الغرب، والملعون بيحبكها تمام، يعني ما بتشك فيه انه عم بيكذب، بس انا كاشفه مثل ما بيقولوا حبل الكذب قصير، وكل ما اكشفه بسلخ وقتلي قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وليش لحتى تضربه؟ هالشي غلط. ايه غلط ملط، المهم ما يعيدها مره تانية. بس بهالصورة ما رح تستفيد شي نهائيا. معك حق، نصحوني الناس انه اعرضوا على طبيب. ايه وعرضته على شي طبيب؟ عرضته على دكتورين ثلاثة بس ما اخذنا نتيجة، بس اخر طب الكيل عرضناه على دكتور اسمه حمدان العنزي، عطانا كم نتيجة استفدنا منه كتير. حمدان العنزي؟ ايه هذا دكتور مشهور عنا كتير، كل الناس تعرفه. بس انا بعرف الدكتور حمدان العنزي مو اخصائي اطفال. ايش حضرتك بتعرفه للدكتور حمدان؟ ايه طبعا بعرفه، كان رفيقي بالجامعة. والنعم منك ومنه دكتور. طالما الدكتور حمدان العنزي مو اخصائي اطفال، كيف بتعرض ابنك عليه؟ معك حق، بس هو اختصاص توعية صحية واجتماعية. شو هاد؟ توعية صحية واجتماعية، شو مالك سمعان فيها دكتور؟ بلا 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 سمعان. فعلا يلي بيعيش بيسمع كتير وبيشوف كتير. وين بتحب وصلك دكتور؟ خدني على شي فندق، خدني على فندق البلاكنتون. الو بونسوار. الله يخليك ابعثي لي على الغرفه 13 فنجان قهوه ساده وشويه بيتي فور. ميرسي. دكتور حمدان العنزي، بتحب انك تضيف شيء بنهايه اللقاء؟ والله يا انستي ما احب ان اضيفه هو ان اي تدبير اجتماعي او اقتصادي من شأنه أن يؤثر عملياً على العوامل السكانية وبرامج الأسرة والصحة الإنجابية، وبالتالي يحقق أقصى درجة من الفعالية عندما يوضع من منظور اجتماعي عام. يعني المهم يكون كل شيء under control. أوه under control. سبحان مغير الأحوال يا عزيزي. دكتور حمدان العنزي على هذه المعلومات، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من برنامج صحتك بتهمنا. شكرا دكتور عمري. شكرا إليك ولكل القائمين على هذا البروغرام المفيد. بروغرام كمان؟ يا هلا شرفت. كبران الباذنجان معك كتير يا حمدان. مرحبا يا أخ. يا هلا. أنا بدي روح على عيادة الدكتور حمدان العنزي، بتعرف وينها؟ الله يسامحك على هالسؤال، لك هاد سؤال بينسئل هاد. وليش بقى؟ في حدا بالبلد كله ما بيعرف عيادة الدكتور حمدان العنزي؟ طلع أستاذ، طلع لك طلع. أنا كل يوم أو يومين عندي طلب لعيادة الدكتور حمدان العنزي. لهالدرجة؟ ومو بس من هون، الله وكيلك في شو عنده من كل المحافظات. لا شك أن الكثير منكم بانتظار النصائح والإرشادات الطبية والاجتماعية التي يوجهها يوميا في مثل هذا الوقت الدكتور حمدان العنزة. تفضل دكتور. شكرا. أعزائي المستمعين تحياتي لكم جميعا. في البداية لدي مسج من أحد المستمعين. مسج؟ مرحبا يا أنسة. يا أهلين، تفضل. ممكن أقابل الدكتور حمدان العنزي؟ آسفة أستاذ، المواعيد لبعد شهر، وإذا بدك تنتظر دورك ما بتصور اليوم تقدر تفوت لعنده. بس أنا يا مزيل صديقه للدكتور حمدان، صديق شخصي. آسفة كتير أستاذ، حتى لو كنت صديقه ما بقدر التمسك، بعدين الدكتور دائما بيعتذر عن الزيارات الخاصة بالعيادة. بس يا أنسة أنا كنت مسافر برات البلد واليوم إجيت، وإذا بيسمع الدكتور حمدان إنه إجيت وما شافني أنا واثق إنه راح يعمل. أستاذ إذا بتريد
أولا الدكتور هلا عنده وفد من اليونيسف، وثانيا ويلكم مدام. It's very normal case. Don't worry. Bye. Try again. أروعك. مع السلامة. أروع معكم. أورفوار. مع السلامة. يا أهلين. دكتور حمدان. دكتور وشي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلين. يا مشتاق لك. لك عميد. مرحبا. تفضل. نعم. مو مشكلة. بعدين. هلا أنت الثاني. صار لي سنتين ما شفتك يا رجل، وين الغيبة؟ والله بها الغربة يا دكتور حمدان. بها الغربة نيالك يا عمي. ليش في أحلى من الغربة؟ الله وكيلك العيشة هون صايرة مملة وروتينية. شو هالحكي يا شيخ؟ قد ما كان بضل هون أفضل من الغربة بمئة ألف مرة. هيك قولك؟ شو فكرك لك؟ المهم احكي لي، شلونهم هالفرنسيات معاك؟ لك انت بتعرفني انا مو تبع مشاكل يا حمدان. بعدين لعلمك انا اتجوزت وصار عندي ولد وبنت. اتجوزت فرنسيه؟ ايه لك يا عمي العز للرز. لا شو فرنسيه، اتجوزت من هون. الله يسامحك، هلا بعد كل هالغربه ما اتجوزت الا من هون. ايه شو قالوا لك سافرت لحتى اتجوز؟ بعدين ما في احسن من بنت البلد اخلاقا وجمالا وتهذيبا. ها وبتقلي مالك تبع مشاكل؟ لكن كيف اكتشفت انه البنت العربية احسن من الاجنبية؟ بالحاسة السادسة ولا بالاستشعار عن بعد؟ يرفع عريشك. شلون بتحب هوتيل؟ سادة دكتور. اعلى عيني وراسي. يا ناهد. نعم دكتور. اعملي لنا برضه عليكي فنجانين قهوة سادة، ولا تخلي حدا يدخل لعنا ابدا. واللي عنده مواعيد دكتور. لكن لا انا حاضر. بس دكتور ما بدي اعطلك. ولا يهمك، مو مشكلة. طمني هلا كيف الأهل؟ كيف حمص؟ لسه ما سافرت على حمص، حبيت أقعد يومين بالشام لزور الدكتور يوسف المحمود. أنت بتعرف إله أفضال كثير علينا. تفضل. يسلموا إيديكي. أهلين وسهلين. ما عرفتكم ببعضكم، لا أنسي ناهيت. أهلا وسهلا. أهلين وسهلين. الدكتور وجيه من أعز أصدقاء دراسي. اهلا وسهلا دكتور وجيه، واسف كثير على اللي صار، بس هيك تعليمات الدكتور. لو لو ماشي الحال ما صار شيء. بالاذن. مع السلامه. ايه حمدان قل لي شو صاير؟ بشو؟ في فيني لا شو بدي. على علمي انت اختصيت قلبيه، شو قصه هالاختصاص اللي مخترعه؟ هو صحيح انا اختصيت قلبيه، بس لقيت بعدين انه دكاتره القلب اكثر من الهم على القلب. قمت قلبت. قلبت ما اختلفنا، بس كيف خطرت على بالك قصة التوعية الصحية الاجتماعية؟ بالصدفة الله وكيلك، مرة طلب مني ابني عامر اكتب له وظيفة عن الأمراض المعدية، طالبت منه آنسة العلوم. قمت جبت كم مصدر ومرجع وكتبت له الوظيفة، وبعد ما كتبتها عجبتني نقحتها وطورتها شوي وبعتها لمجلة كيف الصحة. ايه وبعدين؟ بعد شهر تفاجأت انه المقال انتشر بمكان بارز بالمجلة، وبعثوا لي شيك مع رسالة من رئيس التحرير عم يطلب مني استمرار المراسلة، وفعلا ما كذبت خبر، صرت جيب هالمراجع واكتب دراسات ومقالات، وتطورت معي المسألة شوي شوي لحتى وصلت للي انا فيه هلا. يعني بدون غرور انا مشهور بالبلد اكثر من نجوم السينما والتلفزيون وكرة القدم كمان. بس انا اللي مستغربه هالحشود اللي برا، يعني معقول المواطن عنا وصل لمرحله من النضج انه يراجع الدكتور منشان يتوعى صحيا واجتماعيا؟ لا نضج ولا بطيخ مسمير، كل ما هنالك انه الناس بتتاخذ بالدعايه والاعلام، وكل شيء بيطلع بالتلفزيون عندهم يا مقدس، خصوصي اذا كان دكتور او محامي او حتى فنان. ممكن. على كل حال انا ما راح اطلع كثير، ممكن نحكي على رواق بعدين. وين رايك؟ وين رايك؟ انت اليوم محجوز عندي وما رح خليك تمشي قبل ما نتعشى سوا. اوهو وينك وين العشاء؟ لك لا تخاف بعبي لك وقتك من العشاء، رافقني اليوم وتفرج على نشاطاتي بعينك. طيب مثل ما بدك. يا ناهد. نعم دكتور. فوتي لي اول مريض الله يرضى عليك. حاضر دكتور، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام والاكرام والرساله، تفضل تفضل. ناهد الله يرضى عليك، اعتذري من باقي المرضى ما عاد عندي وقت اليوم. واللي عنده مواعيد دكتور؟ معلش اجي يوم لبكره مو مشكله. حاضر دكتور. عن اذنك لحظه.
ايه سيدي، شو مشكلتك انت؟ مشكلتي حرمتي يا دكتور، صرت اخذها على اكثر من 10 دكاتره ما كنت استفيد شيء. خير، ليش من شو بتشكي؟ كانت تجيب اولاد وبطلت تجيب. ليش كم ولد عندك انت؟ عندي 7 دكتور. لا تأخذني يا اخ، مرتك معها حق، لانه كثر الانجاب بيأثر على صحتها وممكن يكون خطر على حياتها في بعض الاحيان. ثم انه عندك اولاد كثير، بقى شو بدك تخلف كمان؟ شو هالحكي دكتور؟ ابن عمي عنده 9 وابن خالي عنده 10 ومصي على توم، يعني انا اقل واحد بالعيله. يا اخي الكريم، الزمان تغير، هلا ولدين 3 يتربوا منيح ووفق الاصول بزياده. شو ولدين 3 دكتور؟ شو بدك عيلتنا تنقرض مشان اسم العيله؟ على كل حال رح حدد لك موعد لجلسه غسيل. غسيل معدن؟ لا يا اخي، غسيل دماغ. ليش دماغ ينغسل دكتور؟ ما عليك انت، نحن بنغسله، هي شغلتنا. المهم انك ما بتطلع من هون الا وانت مقتنع بضروره تحديد النسل. يعني بدي عمليه؟ لا يا اخي ما بدك عمليه، شو شايفني جراح قدامك؟ انا رح عالجك معالجه اجتماعيه، يعني رح حاول اقتحم ساحه وعيك وغوص بمجاهل مخك وحاول غير هالمفاهيم يلي عندك، شغله صعبه كثير. شكرا دكتور. اهلا وسهلا. يلا يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. معلش حاسب المريض برا. طيب مع ان شاء الله. مع السلامه اهلين. معقوله في ناس لحد هلا بتفكر بهالطريقه؟ سيدي الناس لازمها وقت طويل حتى افكارها ومفاهيمها لبعدتي تتغير، الشغله ما بتجي بلمسه سحريه، المساله بدها وقت. ايه سيدي تفضل. لوين هلا؟ بدنا نروح على الجمعيه الفلاحيه، عندي محاضره هنيك، عندك شيء؟ شغله بتتسلى امشي يلا. اهلا وسهلا. ايوه تفضل، بس ان شاء الله تكون عجبتك محاضرتي. عجبتني كثير، الله يعطيك العافيه، بس زوجتي ما عم تجيب غير بنات، مشان هيك نويت اتجوز عليها، بقى شو بتنصحني دكتور؟ اذا اجيت للعدل يا اخي الفلاح الكريم، مرتك هي اللي لازم تتجوز عليك مو انت. شو هالحكي دكتور؟ طبعا يا فلاحي الحبيب، لانك انت المسؤول عن جنس المولود، والذكر هو اللي بحدد جنس المولود مو الانثى. وشو العمل دكتور؟ مالك غير تعمل طفل انابيب. انابيب؟ شو هالحكي؟ السلام عليكم. لوين هلا؟ على الروضة، اطلع. لو سمحت دكتور، على هامش محاضرتك ممكن تحكي لنا عن بعض حقوق الطفل وعن أفضل السبل لتربيتهم وتنشئتهم والتنشئة الصحيحة؟ طبعا كما ذكرت في محاضرتي، إن للأطفال حقوقا في المجتمع، منها طبعا حقهم في الحياة واللعب والرضاعة والمسكن والملبس، وقد نصت قوانين الأمم المتحدة على أن كل طفل يجب أن يرضع. فعلا هلكتني، وهلأ لوين؟ على الجمعية السكنية، بس ما بطول ولا يهمك. الله يساعدك. أيها الإخوة، يجب أن يتركز الهدف الأساسي من أي سياسة سكنية على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي وبين النمو السكاني لتلبية المتطلبات المتنامية للسكان وتطوير مستوى الأسرة الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي. ايه سيدي السلام عليكم. عليكم السلام. ان شاء الله تكونوا ما مليتوها. شرفتوا. الله يبعثك. السلام عليكم. ليش طلعت قبل ما تخلص المحاضره؟ شو عم تعمل هون؟ شو ليش طلعت؟ انكسر ظهري من القعده. فعلا الله يساعدك على هالشغله. شايف شايف. لوين هلا؟ على احلى شغله بالدنيا. لوين يعني؟ على رابط النساء، وبعدين على التلفزيون عندي حلقه على الهواء. لا عمي، لحد هون وبس. أنا بدك تعفيني لأنه ما عاد أقدر كمل. والعشاء ما بدنا نتعشى؟ لا حبيبي ما حذر. على كل حال روح ارتاح أنت بالأوتيل، ومنلتقى الساعة 9 بمطعم العنزة، وهي العنوان.
ومين هذا يلي مسمي المطعم على اسمك؟ انا ما حدا غريب. ما فهمت عليه. المطعم الي، فتحته السنة الماضية. الله يتم عليك يا حمدان بيك العنزة ويبارك لك بهالمطعم. امين يا سيدي، ويبعث لك مثله. امشي لوصلك على طريقي. امشي جرب. والسبب للتباعد بين الحمول انه الام بتكون ما اخذت راحة كافية، ولهالشي محتمل الطفل يجي ضعيف، بالاضافة لانه الولد الثاني رح يحرم اخوه من الرضاعة الطبيعية. دكتور انا اولادي الاثنين عم يعانوا من امراض مناعية، ونصحني دكتوري اني اتوقف عن الانجاب، فشو قولك؟ اكيد جوزك بيقربك. ايه نعم، ابن عمي وماما وبابا واولاد عم. يا مدام هالشي كله نتيجة الزواج من الاقارب، ليش ما حدكم تعرفوا انه هالظاهرة بتأثر على صحة الاطفال؟ امتى بتكون تنسوا هالعادات البالية بقى؟ فهموني، مع اني دائما انا بأكد على هالنقطة هاي بالذات ببرامجي الإذاعية والتلفزيونية. بأحلكم تفهموا، يا حلكم تفهموا، الله يرضى عليكي، فتحوا مخكم مرة. تعرف دكتور حمدان، انا بهنيك على هالمطعم، فعلا مطعم فخم. هو كان معي قرشين ومحتار شو بدي ساوي فيهم، قلت لحالي بفتح مطعم، لانه مثل ما بتعرف مو ماشي بهالايام غير الاكل والشرب، وكار القوت ما بيموت. طيب التوعية الاجتماعية هلا رح تشتغل فينا؟ لا عفوا، انا ما اقصد دكتور حمدان، بالعكس انا بشعر بالفخر والاعتزاز لانك صديقي ولأنك عم تقوم بمهمة إنسانية رائعة. ولو واجبنا هذا أخي وجيه، واجبنا. مفتاح الغرفة 13 لو سمحت. شكرا. محمود وجيه. محمود كيفك؟ شو أخبارك؟ لك شو هالصفة الحلوة هاي؟ أنا بعرف أنك بفرنسا. إيه والله اليوم وصلت الحمد لله على السلامة، وأنا اليوم وصلت من السعودية، بس شو قلت لحالي بقضي لي نهار بالشام قبل ما أروح على حلب وزور الجامعة. بدك تزور الدكتور يوسف المحمود. مزبوط، شو عرفه؟ أخي ماني مصدق اللي عم بسمعه. مثل ما عمل لك. يعني هلأ بدك تقنعني إنه حمدان العنزة اللي كان يدرسنا واللي كنا نضحك عليه لأنه أفكاره بدائية ومتخلفة، هلأ صاير وجه حضاري واجتماعي مرموق؟ مثل ما عمل لك. وصار اسمه الدكتور عنزة. طيب قوم لهلا، قوم. لوين؟ لعند العنزة. هلا؟ ايه هلا. بس يا حبيبي. لا بس يا قوم خلصني. لك يا حبيبي بتعرف بيته؟ هلا مو انت بلسانك عم تقول انه صاير وجه اجتماعي؟ ايه معناتها بيته ما بضيع حدا، قوم. شرقي. بتظن هذا هو البيت؟ بتظنه ولا اكيد؟ لا هو متأكد؟ متأكد. مرحبا عمو. اهلا عمو. هون بيت الدكتور حمدان العنزة؟ ايه. ماما في واحد بده بابا. نعم يا أخي. مرحبا. أهلا وسهلا. هون بيت الدكتور حمدان؟ إيه هون، بس هو ما له هون. وين بلاقي؟ بيته الثاني. محمود فوت سأل علي، أنا رح أوقف لك هون. طيب. أنا يا أختي أنا. مرحبا. أهلا وسهلا. هون بيت الدكتور حمدان العنزة؟ إيه هون بيته، بس هو مو هون. وين بلاقيه يا ترى؟ بابا راح على بيت إنعام. مين إنعام بلا صغرة؟ هي مرته الثالثة يا أخي. وين بيتها هي مرته الثالثة؟ بيتها. دكتور حمدان. اهلين وجيه. اهلين وسهلين. خير ان شاء الله؟ ما في شيء؟ لا ما في شيء، بس محمود جاي ليسلم عليك. مين محمود؟
أنا دكتور. محمود علي. معلش علي. يعني حبيبي. لك أهلا وسهلا مرحبا عليك. فطر فوتوا فوتوا. أهلا وشي. لك تشكر على الاستفادة. يا مرا ساوي لنا أغنية شاي وسقتي لي هذا صعيب بقى. إيه؟ كيفك يا دكتور حمدان؟ اخراس يا حمار! خير في شي دكتور؟ العمى شو انك ما بتزوق؟ بس مو الحق عليك، الحق على امك يعني ما عرفت تربيك منيح. اهلين وسهلين بالشباب يا مرحبا. اهلا وسهلا. شو يظهر اليوم يوم المفاجآت الدولي؟ فعلا اليوم يوم المفاجآت الدولي. لك يا اهلين وسهلين. اهلا بك. خذ لك نفس وجيه. ما على علم الدخان بضر. لك يا سيدي قديش يعيش الواحد على كم سنه؟ شو القصه دكتور؟ يبدو انك مطبق الشريعه على التمام. او لك سيدي الواحد كم مره بده يعيش؟ ايه بس وضعك المادي بيسمح لك تعيش اربعه؟ يعني نسوانك شلون رضيانين بهذا الوضع؟ نسواني مالهم غرب. مرتي هيام بنت عمي عبد القادر، ومرتي منال بنت عمي عبد الرحمن، ومرتي انعام بنت عمي عبد الغني، ومرتي سلمى بنت عمي عبد الرؤوف. ايه والبركة كم ولد يعني صار عندها؟ يا سيدي عندي من هيام رجب وشعبان ورمضان وشوال، ومن منال عندي حمود ومحمود ومحمد وحامد، ومن انعام عندي جابر وجبير وعامر وعمير، ومن سلمى عندي قيس وتيس وليس وغيس. بس يا جماعة انتوا اخوة وانا ما بخبي عليكم. خير ناوي يطلق واحدة منهم واتجوز. العمى ليش بقى؟ شو ليش؟ لأنه ما عم يجيني بنات، ما عم يجيني مهما حاولت، وبدي بنت تحمل اسم العنزة. شايفتك فرحان كثير بهالوظيفة الجديدة، عاجبتك ما هيك؟ مو قصة عاجبني ما عاجبني لك أمي، بس شو بدي أعمل؟ أنا ضلي صحح لي مثل ما بتعرفي، ثلاث سنين وأنا عم دور على شغل، أنا ضلي صحح لنا الحمد لله رب العالمين. هو لو كنت مكمل جامعة كان صح لك وظيفة أحسن، ولا أنت شو رأيك؟ يا أمي يلي مضى مضى، بعدين شو بالشغل بالسكك الحديدية؟ وشو رح يسلموك؟ والله ما بعرف، بس إذا جيتي لرغبتي بتمنى أكون شوفير قطار وأكون كل يوم ببلد، شغلة حلوة. الله يوفقك يا ابني وينولك اللي ببالك يا رب. على هو مرة كاتب الاستمارة رغبتك الأولى هي سائق قطار. مزبوط سائق قطار. آسفين ما مشي الحال لأنه التقرير الطبي بيقول مع ضعف بالنظر، وأنت مثل ما بتعرف السائق بده يكون نظره سليم 100%. مزبوط. طيب لكن وين عينتوني؟ قاطع تذاكر بالمحطة الشمالية. لك شبكون يا شباب خليكم بالدور. كتينا حلب زبلي على حلب؟ ايه كم معينا. يا بكير عفو كيف تزاكر على الحلب؟ ما قلت لي امي عبد ان شاء الله مرتاح بهالوظيفه. ماشي الحال نعمل كريم. بتعرف شو عم فكر لك امي؟ لا والله شو عم فكر لك امي؟ عم فكر طالما انك استلمت وظيفه وصار عندك ايراد ليش هلا ما اخطب لك؟ تخطبي لي؟
ليش لا؟ هي عنا بيت والحمد لله. لا عمي، شو هالحكي هذا؟ ما صار لي 5 شهور عم بشتغل، شلون بدك تخطبي لي؟ ما صدقت انت وفيت اللي علي، شو هالحكي؟ ما رح يهدى لي بال ولا اتهنى بعمري حتى جوزك وشوف ولادك قدامي. تذكرة على حلب إذا بتريد. تذكرة على اسطنبول مع منامي لو سمحت. مين حسان؟ عبد الحليم؟ لك معقول؟ ليه بس حسان؟ شلونك؟ الحمد لله الحمد لله. شو عم تعمل هون؟ شوفت عينك موظف. هو قديش صار لك عايش بهالقفص؟ يعني شغله سنتين جماعة. مشينا اذا تريد يا اخي. طول بالك. طول بالك. يلا دقيقة. ليك هي كرتي، هي رقم تليفوني. اتصل فيني لا تأخر علي، عم بستناك. ها؟ ايه خلص ولا يهمك. ماشي. عليه بس القصة. السلامة. تذكرة على حمص. واقف. بعد ما خلصت تجارة واقتصاد عملت اختصاص تسويق وإدارة أعمال. يعني أنا بسوق منتجات لشركات عالمية وبيطلع لي نسبة على البيع. أيوة، معناتها بتسافر كتير. كل شهر شهرين مسافر لي سفرة. أنا شايف أوروبا كلياتها، جنوب شرق آسيا، ماليزيا، الفلبين، كوريا، كلياتهم هدول شايفها. شغلي هيك بيتطلب. حلو السفر معي. حلو. اي والله يا عبد الحليم، ما في احلى من السفر. يعني شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. بتشوف بلاد اشكال الوان، بتشوف بشر، عالم، جبال، وديان، غابات، جزر، شطان بتاخذ العقل. يعني بالنهايه السفر متعه كبيره. صحيح انت ليه ما بتسافر معي؟ انا؟ ايه انت. لوين بدي سافر معك؟ انت لوين بتحب تسافر؟ ما بعرف يلا. بالنسبة لي يعني بحب سافر على بلدان كتير. هاي دول اللي قلت عن هدول، بس أنا بحب أروح على إسبانيا، بيقولوا حلوة كتير، هيك قالوا لي. ما بعرف. إيه والله يا عبد الحليم، حلوة كتير كتير. أنا زرتها مرتين وكل مرة بشوف أحلى من التاني. إيه ودخلك قديش متكلف السفرة؟ أنت اعتمد ولا يهمك، هالمرة خليها على حسابي. لا شو شو خليها على حسابك؟ لا بالله قديش متكلف السفرة؟ يعني إذا بدك تروح بالقطار شغلة 10,000 ورقة مو أكثر. حلو كتير. خلص بس دبر المصاري بحاكيك بقلنا. لعيونك عبد، أنا جاهز بأي وقت. يعطيك العافية أمي. أهلين ماما، الله يعطيك العافية. تفضلي امي، هاي المعاش. الله وكيلك ما اخذت منه غير 500 ورقه. انه بدي اعرف يا امي ليش عم تصمد كل هالمصاري. وشو عرفك اني عم صمد؟ لقيت على رف خزانتك مصاري وانا عم مسح غبرتها. ايه مزبوط. خلص بعدين بقول لك امي. بعدين شو عم تخبي على امك يا درسان؟ لك مو صدق باي ما تخباي امي. بتعرفيني لما اكون هيك تعبان وماني اكل ما عاد اعرف افكر ولا عاد اعرف احكي، خلص بس اكل بحكي لك. على عيني ما عاش الجوع. الهي يا عبد الحليم يبعث لك وحده تسعدك وتريحني. خلصنا عليه. يلا دقيقه بس دقيقه. السلام عليكم. اهلين ابو عمر. شو القصه ابو عبيد؟ مو جاي على بالك تقبض اليوم؟ ليش اجى المحاسب بالبنا؟ اي نعم اجى. وبحب بشرك انه طلع لكل واحد منا 2500 ليره عمل اضافي. شو هالحكي؟ ايه بتمعمل لك.
هلا انا ابطل. طيب ابو عمار اذا كانت عيونك في مجال تقعد محلي شي 10 دقائق بس لبين ما اروح اقبض واجي اذا ما فيها سئله. ها ايه تكرم عينك لك على عيني وراسي. الو الو مرحبا دخيل عينك ممكن احكي مع الاستاذ حسان؟ ايه الو الو مرحبا حسان كيفك؟ عبد الحليم اهلين فيك. ايه سيدي المبلغ صار جاهز وانا جاهز للسفر. ايه لا كله تمام ماشي. امتى بدك نتواعد؟ انا جاهز. ايه 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 مع السلامة مع السلامة. كله بيصير مو مشكلة. انت معك جواز سفر؟ لا ما معي بس من بكرة بسعفي. بدي اقول لك شو مشان الفيزا؟ ما عليك الفيزا انا بدبرها بعرف ناس كثير بالسفارات. طيب قديش بتتوقع تكون مدة السفر حتى اسحب اجازة مشان اعرف يعني شغلة 20 يوم. اول شيء عندي 5 ايام شغل بايطاليا بعدين بنكمل انا وياك على اسبانيا. ايه بالمناسبة هي اسبانيا تفرج منيح وشوف وين حابب تروح مشان ننظم برنامج السفر انا وياك من هلا. هذا قصة حلوة. ايه مزبوط هذا هو. وهذا جامع قرطبة. ايوه مزبوط. مساء الخير عبد. اهلين امي اهلين. تاخرتي؟ ايه والله تاخرتي شوي لاني رحت لبيت خالك. وشلون خالي ومرت خالي؟ بيسلموا عليك. الله يسلم عمرهم يا رب. طب وغيداء؟ غيداء رح تطير من ايدك يا افندي وانت قاعد ولا على بالك. شلون يعني؟ من 3 ايام اجاها عريس زنجيل وغني ومرت خالك موافقه. وغيداء؟ لسه بيقول لي غيداء شو بدك البنت تجي تترجاك حتى تخطبها؟ لا بس انا يعني بلا بس بلا مس. انت بتحبها لهالبنت ولا لا؟ بحبها امي بحبها. لكان شلون لكان ما بحبها؟ لكان من بكره منروح منطلبها انا وياك من خالك رسمي مشان ما تطير البنت من ايدنا ونندم انه ضيعنا وقت. وانت مثل ما بتعرف البنت حلوه وادميه وانا بحبها من جوات قلبي وما عندي عليها اعتراض ابدا. امي بس المشكله انا ما معي مصاري. هلا ما معي. ما معك مصاري؟ لكن هدول المصاري اللي عم تصمدهم مشان شو؟ Thank you.
اهلا وسهلا بالسي حسان. الحمد لله على السلامه. على انو سفره منه؟ ليش كم سفره سافرت بهالكم شهر؟ بالفتره الاخيره سافرت كذا سفره، على ايطاليا ورومانيا واخر شيء على قبرص، وهي السفينه الحلوه جبت لك اياها من هنيك. عجبتها؟ حلوه كتير، كل ما شفتها رح اتذكرها. لك انا بس بدي افهم شلون قدران تصبر على هالقعده بهالان؟ شو بدي ساوي؟ شغلي غير. شو بدي اقول لك؟ ضيعت خلص. رحت على اسبانيا شو؟ ييييي اسبانيا رايح لها كذا مره، اسبانيا بلد بياخذ العقل. بس بصراحه انا كان بدي اروح لها مشانك. هلا انت مو ناوي تعمل لك شي سفره بهاليومين؟ ناوي، بس عم بستنى لحتى استعضل فرصه. ايه فهمت علي. طيب والمصاري؟ مو مشكله. بيني وبينها زملائي هون بالشغل عاملين جمعيه بشغله 12,000 ورقه. إيه؟ بس مو هلا راح اقبضها، بعد 5 اشهر. طيب بس يصيروا المصاري جاهزين خبرني وانا بدبر لك سفرتك. بس بدك تستعجل، ها؟ بدك تستعجل، الاسعار كل ما عم ترتفع. ولا يهمك، انا مصمم باذن الله. طيب ماشي. هلا اعطيني بطاقه منامي على صوفيا. اه سفر ومنامي. تكرم عينك، حلوه كثير، يسلموا ايديك. ليه بس يا حسان، الله معك. عايدة؟ سافرتي شي مرة؟ طبعا سافرت. لوين سافرتي؟ سافرت مرة مع المدرسة على الساحل، ومرة يا سيدي طلعنا على حلب، ومرة على سد الفرات، ومرة على تدمو. بك مو هيك قصدي، قصدي يعني سافرتي شي مرة هيك برات البلد؟ سافرت مع أبي على مصايف لبنان. تعرفي لغايدة؟ في إلي رفيق اسمه حسان، إذا مو داير داير صار داير له شي نص العالم. اي سيدي تهنى، بتعرف بعد اسبوع مراجعة الطبيب، بتروح معي ولا باخد عمتي؟ لا خدي عمتك، خدي عمتك حبيبتي. اهلا يا ماما. انبسط يا عم، اجتك مصاري الجمعية عدا ونقدا. يسلموا ايديك، الكل دفعوا؟ يا سيدي الكل دفعوا ما عدا كامل لأنه أخذ إجازة. إيه مو مشكلة مو مشكلة، بس يرجع أنا باخذ منه. هات الله. أصبح أمسيك، هي 10,000 ليرة، عدن أخي. يسلموا ايديك يا أبو عمار، يسلموا ايديك. الله يسلمك. شو رح تساوي بالمصاري؟ في براسي موال وبدي غني. إيه مثل ما بدك. السلام عليكم. يا أمي غيداء، أمي يا غيداء، أمي يا أمي. ولي يسلم ايديك. هو ايديك خير. امي شلونك غيداء؟ مبروك يا امي، اجاك مهند. الله يبارك بعمرك يا امي. شو وينه؟ حطيناه بالحاضنه لانه مسبق شهر ونص. باينتو مستعجل كثير على الجاي على الدنيا. مبروك غيداء، مبروك. الله يبارك فيك حبيبي. ليش ما خبرتوني؟ حاولنا كتير نتصل فيك بس الخط عندك كان مشغول وما رديت الدكتورة إلا بعملية قيصرية. ايه طبعا لأنه كانت عم تنزف كتير وكان في خطر عليك وعلى الجنين. ما هو مشكلة حبيبتي، ما هو مشكلة، المهم تقومي بالسلامة انت ولا صغير. ادخل. استاذ تفضل معي المحاسبة مشان تحدث على الحساب. تكرم عيونها. امي معك مصاري؟ ايه معي معي معي. ايه سيدي قديش بدك تعطيني دفع هلا؟ والله ما بعرف قديش بتاخذوا انتم بالعاده يعني قديه؟ هات شي 10,000 هلا. ايه ماشي تكرم عينا. شرف. هاي رح اعمل لك وصل ب
بالمبلغ. بالدور يا سيد بالدور. يعني واذا ما وقفت بالدور شو بدك تعمل؟ سي حسان مو معقول لك. لك اهلين بسين حسان، شو لساتك عايش؟ انا اللي لساتني عايش. تفضل جبت لك هي معي مشان تعرف انه انا دائما بفكر فيك. شو ها؟ هي حرير طبيعي جبت لك اياها معي من الصين. ليش كنت بالصين؟ وقبلها كنت بماليزيا وباليابان وبكوريا، بس أنا بدي أفهم شغلة واحدة، ما مليت من القعدة بهالقبر؟ مليت والله يا سيد حسان، بس شو بدنا نعمل؟ يلا، كله كم شهر وبطلع تقاعد، وبعدين إذا الله أعطانا عمر ويسرنا أمورنا بسافر معك على إسبانيا. يا سيدي ميت أهلا وسهلا، ونعم الشريك والله، بس حط بمعلومك، السفرة صارت تكلف كثير ها؟ ولا يهمها. رح أقبض من النقابة وغيرها تعويضات نهاية الخدمة، بيطلعونه شغلة 200 ألف ورقة، بيكفوا؟ شلون ما بيكفوا؟ بيكفوا وبيزيد منهم كتير. خلاص معناتها أصبح أعتبرني خلاص سافرت معكم مش الحال. عظيم، بس فهمني إمتى تماماً رح تطلع تقاعد؟ بواحد خمسة. حلو كتير، معناتها سفرتنا رح تحكم بعز الصيف، والصيف كيف يا عمي؟ ولا شو؟ طلع جوا السفر؟ ايه معلوم. تفضل. يا عيني عليك. تمام تمام. معناتها أنا رح أبلش أسعب البياس. هلا أنت مو بقيان علي غير تأمل لي شوية عملي صعبة. ولا يهمك كلياتهم أمك. إيه مين. أوه تمام. عبد شو رأيك نسافر بالطيارة؟ لا 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 لا، شو هالحكي؟ طول عمري عم بحلم سافر بالقطار. سفرت عالم بخير الله، ما بيطلع لي سافر مرة أنا؟ ولو؟ أنت اللي بيطلع لك. خلص، راح نسافر أنا وياك بالقطار. إمتى؟ الأسبوع الجاي مثل اليوم بلاقيك بالمحطة. وأخيراً، أخيراً رح أقطع أنا هالمرة. يا سيدي مثل ما بدك. طاع أنت. الرجال يا سادة المسافرين على مدينة الأراضين والمتجه إلى حلب عن طريق 5 وحلب التوجه إلى رصيف 16. الرجال يا سادة المسافرين على مدينة القطار 53 والمتجه إلى اللاذقية عن طريق 5 التوجه إلى رصيف 16. أهلي نعم. حضرتك الأستاذ حسان؟ إيه نعم. أنا مهند ابنه لعبد الحليم. لو سهلا أليم يعني. ما شاء الله وشو صاير شاب. الله يخلينا يا جماعة. شو وينه البابا؟ والله بابا مريض شوي وما رح يقدر يجي. خير إن شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عمو بيقول لك البابا بقدر أنا أروح على إسبانيا محله؟ أنت؟ إيه أنا. معك جواز سفر؟ إيه معي، بابا طالع لي إياه مع جوازه، قال إلا ما يلزم شي نهار. هاتوا لقلك. الأسبوع الجاي مثل هذا اليوم بتجهز حالك حتى تسافر معي على أسبوع. امشي لوصل.